بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في الدرس رقم 45، النسبة المئوية. إن شاء الله في هذا الدرس الهدف منه هو مفهوم النسبة المئوية وحسابها، يعني نتعلمو ما هي النسبة المئوية ونتعلمو الحساب ديالها إن شاء الله. إذن أولا طلب منا أن نحسب ذهنيا 3 على 4 من 12، وكذلك يعني عدد كسري من عدد صحيح. ما معنى 3 4 من 12؟ يعني خصنا 12 ناخذ منه 3 د الأرباع. أعطونا هنا الطريقة، قالك لحساب 2 على 5 من 10 مثلا نضرب 2 في 10 ونقسم النتيجة على 5. لحساب 2 على 5 من 10 يعني خصنا 2 د الأخماس من 10 مثلا نضرب 2 في 10 ونقسم النتيجة على 5. إذن باش تفهموا الطريقة مزيان، نمشي بواحد المثال. عندي مثلا قلنا 10، إذن باش نفهموا الطريقة مزيان ناخذ مثال، ناخذ مثلا نرسم العدد 10، نمثل العدد 10، هنا تكون 5، تكون 3، هنا 2، إذا هنا شحال عندي؟ عندي 10. هاد 10 غادي نقسمها هنايا أخماس، يعني نقسمها أخماس. عطاتني على هاد الشكل، نقسمها أخماس، أو هاد الجزء هذا اللي هو 10 نقسمو أخماس، يعني خمس خمس. شحال خصنا نقسمو على 5؟ يعني 10 نقسمها على 5. إذا هي الخمس الاولي، الخمس الثاني، الخمس الثالث، الخمس الرابع، الخمس الخامس. شحال ناخذ منه؟ دابا هذه بالاحمر 2 على 5، هذه هي 2 على 5 من 10. 2 على 5 باللون الاحمر، 10 هي اللي بالبيض. شحال ناخذ منها؟ ناخذ منها خمسين، ها الخمس الاولي وها الخمس الثاني. اذا شحال من مربع خديت؟ 4. الخمس الاولي فيه 2 زائد الخمس الثاني فيه 2 كتساوي 4. إذا النتيجة النهائية هي 4. هذه هي الطريقة، عوض ما نبقاو نرسمو، عندنا طريقة سهلة باش نحسبوها. اش كنقولو؟ 2 على 5 من 10 ماذا أفعل؟ أضرب 2 في 10 تعطيني 20، ونقسمها، ومن بعد نقسم 20 على 5 تعطيني 4. إذا هذا بالرسم المبياني، نتمنى تكون فهمته، وهذا بعملية حسابية بسيطة. إذا بنفس الطريقة هنا إن شاء الله سنقوم بإنجاز الباقي، 2 على 4 من 12، وكذلك بالنسبة للأعداد الأخرى. ما قلنا ماذا قلنا؟ نضرب البسط في العدد ونقسم على 4. إذا بوز، أنجزوا التمرين ونلتقي بعد ذلك. إذا هنا إن شاء الله تكون عندنا هي 3 ضرب 12، هادشي كامل نقسمو على 4. 3 ضرب 12 تعطيني 36، 36 على 4 تعطيني 9. هنا تعطيني 7 ضرب 80 قسمة 4، 7 ضرب 8 هي 56، ونزيد لها الصفر. هادشي كامل نقسمو على 4. 56 قسمة 4 تعطيني 14، ونزيد لها الصفر، 140 تساوي 140. هنا 6 ضرب 15 قسمة 5. هنا ممكن أننا نختزل، 15 في الحقيقة هي 3 في 5، إذا 6 ضرب 3 في 5 ماذا فعلت؟ اختزل، كتبت 15 على شكل جداء. هادشي كامل قسمة 5، 5 هي 5 في 1، إذا نختزل بالخمسة تولي 6 في 3 على 1 تساوي 6، عفوا تساوي 18، 6 في 3 تساوي 18. هنا 6 ضرب 60 قسمة 5، 60 و5 ممكن نختزل ب60 فهو من مضاعفات 5. 60 نقدر نكتبو على شكل جداء،
إذن 60 ما هو؟ هو من مضاعفات 5. في ماذا أضرب 60 لكي تعطيني، أقسم 60 لكي تعطيني 5؟ إذن هي 5 في 12 على 5. أغتسل 5 بالـ5 تبقى لي 6 في 12 هي 72. إذن نتمنى تكون جبتو صحيح إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك للتمرين الموالي أو للقاعدة. إذن هنا أفهم وتذكر، بالنسبة للتناسبية قلنا يحتوي جسم الإنسان على 65% من الماء، يعني هذا أن كل إنسان كتلته 100 كيلوغرام تحتوي على 65 كيلوغرام من الماء، مفهوم؟ يعني كل 100 كيلوغرام عندنا 65 كيلوغرام من الماء، نسبة كبيرة جدا. الإنسان كيتكون الغالبية ديالو من الماء. إذن الإنسان ديال 40 كيلوغرام شحال تكون فيه كتلة الماء؟ هذا هو السؤال. احنا كما كتشوفوا في القاعدة بسيطة، نستعمل القاعدة الثلاثية او لا الطريقة اللي استعملنا قبل. قلنا خاصني 65 على 100 من 40، هاد 40 كيلوغرام خصني منها 65 على 100. بنفس الطريقة قلنا نضرب 40 في 65 ونقسم على 100. إذا 40 ضرب 65 قسمة 100 تساوي 26. إذا فكل إنسان في وزنه 40 كيلوغرام في 26 كيلوغرام من الماء. إذا هنايا قالك لي حساب 80% من، ان هذا خطأ مطبعي، لحساب 80% من 35 كيلوغرام بالمحسبة نضغط بالتتابع على الأزرار، يعني 35 ضرب 80. هنا هاد العلامة هي النسبة المئوية، يعني تسمى بورسنتاج تساوي. إذا ماذا أفعل؟ بالنسبة للمثال ديالنا عندي مثلا 40 كيلوغرام خصني 65% منها، عملية بسيطة. لاحظ بالعملية الحسابية نضرب، نعمل 40 ضرب النسبة المئوية هي 65 ونعمل قدامها الرمز هذا تساوي 26. إذا سهلة. بالنسبة للمثال ديالنا 35 ضرب 80، 35 خصني 80% منها. إذا 35 خصني 80% منها، إذا 35 ضرب 80 ونعمل رمز برسنتاج تساوي 28. إذا هنا 28 كيلو غرام. هنا واحد المسألة، بالنسبة للأعداد مثلا 25%، 50%، و 75%، فهادو راه ممكن نعوضهم بأعداد كسرية بسيطة. 25% ما معنى 25%؟ يعني غنشد 100 ونقسمها على 4، نقسمها على 25 تعطيني 4 أجزاء. هذا فيه 25، هذا فيه 25، هذا فيه 25، هذا فيه 25. إذن ف 25% هي واحد جزء من أصل 4، هي 1/4. 50% يعني نشد 100 ونقسمها على 2، إذن هذه 50 وهذه 50، إذن 50% هي 1/2. 75 قلنا كما قلنا نقسمها على 4، كل جزء فيه 25، ولكن غادي ناخذ 3 الاجزاء باش تعطيني 75. اذا هذا العدد الكسري هو 3/4. اذا هادو مزيان الانسان يبقى عاقل عليهم. 25% هي الربع، 50% هي النصف، 75% هي 3/4 او 3/4. هنا بعض المعلومات على سعر الفائدة. سعر الفائدة هو النسبة المئوية التي يؤديها البنك عن كل مبلغ مالي مودع لديه لمدة سنة. سعر الفائدة هو النسبة المئوية التي يؤديها البنك عن كل مبلغ مالي مودع لديه لمدة سنة. إذا كان سعر الفائدة مثلا هو 7%، فهذا يعني أن كل 100 درهم تودع في البنك لمدة سنة كاملة يؤدي عنها البنك 7 درهم. يعني مثلا أنت حطيت 100 درهم في البنك ودازت عليها سنة، فالبنك غادي يزيدك 7 درهم من أصل هاد المئة،
ترجع عندك 107 درهم. المبلغ المودع في البنك يسمى رأس المال، هذا رأس المال. المدة الفائدة لمدة سنة تسمى الفائدة السنوية، هذا هو رأس المال وهذه الفائدة السنوية. يمكن استعمال قطع أو أشرطة لتمثيل نسبة مئوية، مثلا 100% يعني ناخدها كاملة، نقسم 100 على 100 تعطيني واحد الجزء، 75% نقسم 75، نقسم 100 على 25 25 25 يعني نقسم على 4، يعني هاد الجزء كل جزء فيه 25، هادي هي 75. و 10% نقسمها على 10 تعطيني 10 الأجزاء، كل واحد فيه 10 10 10 10، إذا ناخذ واحد الجزء. مفهوم؟ ننتقلوا على بركة الله للتمرين الأول في التطبيق. إذا ننتقلوا للتمرين الأول في أطبق وأتمرن. قال: يزن حيوان 40 كيلوغرام وتقدر كتلة الماء في جسمه ب 32 كيلوغرام. إذا هنا عطاونا الكتلة ديال الحيوان وعطاونا حتى كتلة الماء. وحسب هنا خصنا النسبة المئوية، ما هي النسبة المئوية التي يمثلها الماء في جسم الحيوان؟ إذا تفكرتوا مثلا في التمرين السابق كان عطاونا كتلة الإنسان مثلا 40، وعطاونا النسبة المئوية اللي هي 65%، وقالوا نبحثوا على شحال نسبة الماء فيه. دابا عطاونا الكتلة ديال الحيوان اللي هي 40، ما عطاوناش النسبة المئوية، وعطاونا كتلة الماء في جسم هذا الحيوان. إذا كيف سأتحصل على النسبة المئوية؟ فهو الحل بسيط، نخليكم بعض الوقت للتفكير ثم نلتقي بعد ذلك. إذا هنا ماذا أفعل؟ فقط أقسم 32 على 40 وغادي تحصل على النسبة المئوية. 32 قسمة 40، هذه عملية بسيطة لكن نخرجوها بالآلة الحاسبة باش ما نضيعش الوقت. 32 قسمة 40 هي 0.8. غادي نضربوها في 100 تعطينا 80%. إذا هذه هي النسبة المئوية. مفهوم؟ ثانيا، بلغت نسبة نجاح التلاميذ 80% في مدرسة، يصل عدد متعلميها إلى 850، يعني من كل 100 من هاد المتعلمين نجحوا 80، وأنا عندي 850 متعلم. وحسب عدد المتعلمين الذين نجحوا واستعمل جدول أعداد متناسبة، يعني كل هي 80%. ماذا تعني 80%؟ كتعني من أصل 100 تلميذ نجحوا 80، إذن 850 شحال غادي يكون نجح؟ القاعدة الآتية: نضرب 80 في 850 نقسم على 100. إذا هنا 80 ضرب 850 ونقسم على 100 تساوي. ستمائة وثمانين متعلم. إذا هنا 680 متعلما. أحول الأعداد الكسرية إلى نسب مئوية. عندي عدد كسري بغيت نحوله إلى نسب مئوية، هنا بحال مثلا 200، إذا بغيت نحولها 100 خصني يكون عدد كسري هنا المقام ديالو 100، كاملين خص يكون المقام ديالو 100. بعد ذلك نستنتج النسبة المئوية. إذا هنا كيف تحولت من هذا المقام لهذا المقام؟ من 200 ل 100 قسمت على 2، حتى 8 خصني نقسم على 2 وتعطيني 4، إذا هي 4%. مفهوم؟ يلا قوموا بالإنجاز ديال باقي السؤال ونلتقي بعد ذلك من أجل التصحيح.
إذا هنا 25 فاش ضرب 17 تعطيني 100 في 4، إذا حتى هنا نضرب 4 في 4 وتعطيني 16، هذه كتساوي 16%. 20 ضربتها في 5، 3 في 5 15، إذا هنا 15%. 100 ضربتها في 1، هذا 7 نضربها في 1، هذه كتساوي 7%. إذا مفهوم؟ باش نحول واحد العدد كسري إلى نسبة مئوية، خصني نحول داك العدد الكسري لواحد العدد كسري مقامه 100، وبعد ذلك نستنتج النسبة المئوية. تشكل البحار نسبة 70% من مجموع مساحة الكرة الأرضية. عندي مثلا الكرة الأرضية، الكرة الأرضية هي هذه، عند واحد النسبة كبيرة، قلنا مثلا هنا إلا قسمنا غتكون تقريبا هكا، هذه كاملة من البحار، هذه بحار وهذه يابسة. إذا فهم هذه 70%، شحال بقى لي بالنسبة لليابسة؟ بقى لي 30%. إذا أحسب النسبة المئوية للأراضي. إذا خصني إذا كانت الأراضي كاملة كتساوي، عفوا إذا كانت الكرة الأرضية هي 100%، هي الجزء الكامل، هذه هي الكرة الأرضية، نقص منها 70% ديال البحار، عفوا هنا الناقص، تساوي 30% ديال اليابسة. سؤال رقم 5، الجدول التالي يبين عدة رساميل مودعة في بنك بسعر 5.6%. يعني بزاف الناس عندهم رأس مال، كاين اللي رأس مال ديالو 100 درهم، 400 درهم، 1000 درهم، 3500 درهم، كل واحد في هاد الناس وضع المال ديالو في البنك بالنسبة بسعر فائدة 5.6%، يعني كاملين عندهم 5.6%. أتمم الجدول لحساب النسبة الفائدة السنوية، يعني شحال تحصل من بعد سنة، يعني عاوتاني 5.6، كاملين هادو 5.6. إذا هنا كما قلنا لحساب النسبة مئوية، ماذا أفعل؟ أضرب رأس المال حتى هنا 100، نضربه في النسبة المئوية 5.6% باستعمال الحاسبة، أو لا بدون استعمال الحاسبة نضرب 100 في 5.6 على 100. إذا هذا الجزء هذا وهذا راه نفس الشيء كما استنتجنا هنايا في التمرين رقم 3. إذا كانت عندك الحاسبة يمكن أن تستعملها، ما كانش عندك تستعمل الحساب اليد. إذا مفهوم هذه الفائدة. بعد ما نلقى الفائدة، مثلا هنا 100 ضرب 5.6%، 100 ضرب 5.6% تساوي 5.6. إذا شحال الفائدة اللي تزادت؟ 5.6، 5.6 تزادت على رأس المال. إذا باش نحسب أنا المبلغ بعد مرور سنة، خاص نعمل رأس المال زائد الفائدة اللي تزادت. إذا هنايا 100 زائد 5.6 تعطيني 105.6. بنفس الطريقة هنايا أقوم بإخراج 80، ونلتقي بعد ذلك إن شاء الله. إذا هنا الطريقة بسيطة، نفس الطريقة، عوض 100 غادي نعملو 400، إذا نضرب 400 في 5.6، 400 ضرب 5.6 عفوا في 100، أو لا نقسمه على 100، ماشي مشكل، تساوي 22.4. هذه كتزاد كل سنة، كل 100 درهم كتزاد 5.6، إذا 400 درهم غادي تزاد 22.4. إذا ها 22.4 نزيدها على 400 درهم باش نعرف شحال غادي يصبح عنده 422.4. هنا 1000 ضرب 5.6% يساوي 56،
زيدها على 1000، يعني في 1000 درهم زاد له 56 درهم، إذا المبلغ شحال يصبح عنده؟ هو 1000 درهم زائد داكشي اللي تزاد يساوي 1056 درهم. 3500 بنفس الطريقة، 3500 ضرب 5.6 يساوي، هادشي كامل نقسمو على 100، خرجتها بالطريقة التانية باش تعرفوا بلي نفسي. إذا في 3500 درهم شحال تزادلو؟ تزادلو 196 درهم. شحال يصبح عنده المبلغ بعد سنة؟ إذا رأس المال اللي كان عنده هو 3500 زائد 196 يساوي 3696 درهم، مفهوم؟ إذا انتقلت من رقم 6، يمنح متجر تخفيضا قدره 5% في أثمنة الملابس. إن العبارة تخفيض 15% تعني أن كل 100 درهم تخضع لتخفيض قدره 15 درهم، وهكذا عوض أداء 100 درهم نؤدي 85 درهم. هنا الفائدة، هنا بالنسبة للتمرين رقم 5 فنضيف الفائدة، وهنا التخفيض نطرح الفائدة من المبلغ الأصلي. إذا 15% عن كل الملابس اللي عنده في المحل. إذا مثلا كل 100 درهم قلنا نقص منها 15 درهم، يعني 100 ناقص 15 يعطيني 85. هنا عفوا هذا ماشي ملابس، هذا كتب. إذا منجد الطلاب الثمن ديالو 60% بعد التخفيض ديال 15% للتلاميذ والطلبة، شحال غادي يصبح؟ إذا أولا نحسب الفائدة، من بعد ما نحسب الفائدة نقصها من المبلغ الأصلي. إذا باش نحسب الفائدة هنايا نعمل 60 ضرب 15%، 60 ضرب 15% يساوي 9. 60 المبلغ شحال صبح دابا؟ هو 60 نقص منه هاد 9 دراهم ديال التخفيض ترجع لي 51 درهم. إذا بنفس الطريقة قوموا بالإنجاز ديال هاد الجزئين اللي بقى، ونلتقي بعد ذلك. إذا نتمنى تكون خرجتوا التمرين إن شاء الله بسرعة وبسهولة. إذا هنا عندي 25، خصني منها 15% منها، إذا 25 ضرب 15% فال 25 3.75، غادي نقصها من 25. إذا 25 ناقص 3.75 21.25. إذا شحال أصبح المبلغ بعد التخفيض؟ أصبح 21.25 درهم. 35 بنفس الطريقة، 35 ضرب 15% يساوي 5.25. إذا 35 ناقص 5.25 يساوي 29.75 درهم. إذا فالطريقة بسيطة جدا. تمرين رقم 7 يقول: أودعت السيدة عائشة مبلغا ماليا قدره هذا القدر من المال لمدة سنة كاملة في أحد الأبناء. إذا علمت أن كل 100 درهم تزيد ب 4.5 درهم، واحسب المبلغ الذي ستستفيد منه السيدة عائشة. إذا هنا الفائدة نستنتجها من هذه الجملة، كل 100 درهم تزيد ب 4.5 درهم، إذا الفائدة شحال هي 4.5، سعر الفائدة هو 4.5%. إذا هنا المبلغ ها هو، الفائدة ها هي. طريقة بسيطة سهلة، نخليكم بعض الوقت للإنجاز. هنا طلب مني غير المبلغ الذي ستستفيد منه عائشة، ما طلب ليش كم سيصبح عندها بعد إضافة الفائدة. إذا غير المبلغ الذي ستستفيد منه عائشة، يعني غير ذاك الجزء بلا رأس المال، مفهوم؟ يلا بعض الوقت للتفكير والإنجاز. إذا هنا الطريقة بسيطة، نعمل 13000
13,000 ضرب 4.5 في المئة، أو لا نكتب هنا ضرب 4.5 هادشي ونقسمها على 100 يساوي 13,000 ضرب 4.5 يساوي مقسوم على 100 يساوي 585. إذا شحال تزاد لها بعد سنة؟ تزاد لها 585 درهم. هذا هو المبلغ الذي ستستفيد منه السيدة عائشة. تم رقم 8، كان ثمن بضاعة هو 840 درهم، تم تخفيض ثمنها بنسبة 8%، أحسب مبلغ التخفيض. بعد الوقت للتفكير ونلتقي بعد ذلك إن شاء الله. إذا هنا ماذا سأفعل؟ غادي نكتب 840 اللي هو المبلغ قبل التخفيض، خصني المبلغ بعد التخفيض شحال، مبلغ التخفيض شحال. هنا قلنا 100، كل 100 كنقصوا منها 8%، إذا كل 100 درهم كنقصوا منها 8. هذه منين جبناها؟ هاد الخانة هذه منين ملأناها؟ من هاد النسبة المئوية. كل 100 درهم كنقصوا منها 8 درهم، إذا 840 درهم شحال غادي نقصوا منها؟ سهلة بسيطة، نعمل 840 ضرب 8 ونقسم على 100، قاعدة ثلاثية، 840 ضرب 8 ونقسمها على 100 يساوي 67.2. إذا مبلغ التخفيض هو 67.2 درهم، هادشي اللي غادي نخفضوه من هادشي، من 840 درهم. إذا نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد الدرس، نلتقي في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.